بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تصل نسبة الزواج العرفي إلى نحو 15% فهذا أمر يدعو للقلق. هذه الظاهرة التي تنتشر في أوساط محددة داخل المجتمع المصري تستوجب بالفعل المناقشة. اليوم سيكون معنا الأستاذ علي صبري المهتم بشؤون هذه القضية الأحوال الشخصية، وسنفتح معه حوارا ونفتح لكم أيضا المجال لتتحاوروا حول هذه القضية وأسبابها. بالتأكيد هناك قضايا أخرى عديدة سنتطرق إليها تدريجيا الواحدة بعد الأخرى.